الله ما عدل والله عدل حجة ما عدل عدل رفع له انا خايف من شغله واحده شنو ان قرفك ينبط تدري ينبط شفت الاف جي مالك شفت الاف جي مالك زين اخذ تيبهم بس تيبهم تكفى تكفى عشان لا يصير ما يوصل كهرباء لا ما في كهرباء ها شنو حط بطاريه ولا بس كذي يعني بعدين يعني هو بعدين لا ولا بالسباك بعدين ليش طرّا بسرعة. بعدين أنت بينكم بين بعض. ما بين عندهم خلاص. خذيت بطاريتك. جرب يوم بطاريتك. بطاريتك خذيتها. يمشي شرط.
ابيض ابيض عدل ابيض يلا شباب الحمد لله خلصنا البطولة تدرج القوارب اللاسلكية الثانية الكويت يعطيكم العافية كويت ار سي جروب كل الشكر للجميع لبطولة تدرج القوارب اللاسلكية الثانية الكويت كل الشكر لرعاة البطولة شركة الشعلة الخضراء للغاز ووكالة القطان للسفريات كل الشكر لمخبز بيكر وولف لتغطية كافة بوفيه البطولة كل الشكر لموقع كويت هوبي ومركز ماي هوبي سنتر ومشعل حربان على تقديمهم ثلاث هدايا لأجمل ثلاث طراريد لاسلكية كل الشكر لبو فاطمة على تغطية كافة تصوير البطولة وكل الشكر للمصور مصور بو فاطمة محمد لبان وأحمد القطان وحسن أكبر وفيصل ويلي ومحمد صالح اسمحوا لي شباب اللي ما ذكرت اساميهم كل الشكر لابو يوسف الجحيل لحضور البطوله وهو من اول الكويتيين بهوايه القوارب اللاسلكيه كل الشكر للحكام ابو مشعل احمد الجحيل من نادي الكويت سباق الربع ميل للسيارات كل الشكر لعلي الشرازي من فريق بكر ريسنج تيم والفريق اللي حصل على بطولات خارج الكويت بلاس فيغاس 2012 اخير بطوله لهم كل الشكر لمشار الكيال لديه خبرة كبيرة في قوارب اللاسلكية كل الشكر للمتسابق محمد فلشاوي وهارد لك لأن أمس قاعد يجرب طرادة وحصل خلل معاه وفصل الروبوت معاه ألف شكر لك يا محمد فلشاوي كل الشكر للحكم علي نادر كل الشكر للحكم علي نادر لحكم الجدول كل الشكر لفريق كويت أبيشن تيم لحضور النهائي بالبارومتر مع الكابتن محمد الكندري اللي بساعة شفتوه فوق بس ما قدروا يجون لأنه خلل بالطيارة بس لفوا النداء ومروا علينا يعطيهم العافية بالنهاية كل الشكر للجمهور وجروب كي آر سي جي يعطيكم العافية وما قصرتم نتفضل الحين توزيع الجوائز والكؤوس ألف مبروك المركز الأول يوسف جحيل يوسف باسل جحيل ويوسف شباب جحيل تقدرون تمسكون الكاس وتروحونه مع يوسف شباب صور ما عليكم فيديو الحين شكرا شا داير اقصر يوسف
تذكرة مقدمة من وكالة القطار للسفريات كويت دبي كويت مع فندق لمدة يومين. ألف مبروك إن شاء الله. ألف مبروك للمركز الثاني يعقوب العلي. ألف مبروك تذكرة مقدمة من وكالة قطار للسفريات كويت دبي كويت. ألف مبروك المركز الثالث صلاح الحساوي. الله يعافيك الله يسلمك ويحليك. هدية مقدمة من وكالة قطار للسفريات عبارة عن فندق إقامة فندق في دولة الكويت لمدة يوم واحد. جوائز ثانية قلنا خلصهم اللي هي جوائز أجمل طراد. طبعا الفائز الأول معانا من فريق بيكر ريسينج تيم علي الشرازي، نقدم له هذه الميدالية جائزة أول أجمل طراد. طبعا جائزته مقدمة من كيو إتش هابي، صاحب موقع كيو إتش هابي آت كيو إتش هابي بالإنستغرام، وهم الموقع كيو إتش هابي بالإنترنت يقدم له الجائزة. مخلفة الجائزة مخلفة. طبعا الحين نروح حق ثاني أجمل طراد اللي هو معانا محمد تحيل. طبعا مقدمة من صاحبنا بخلو يروح للمحل ماي هوبي سنتر شارع بن خلدون مجمع البسام الدور الثاني الميزانين. الله يسلمك. من شو اسمه تاخذها من اللي هو طبعا ثالث اجمل طراد اللي هو معانا ابو حمود العازمي. الله يسلمك. طبعا الجائزه الثالثه مقدمه من مشعل الحربان، رقم تلفونه 664-88-368. طبعا الريال عنده هوم بزنس بالبيت بخصوص اللاسلكي، رموتات، بطاريات، سيارات، اي شيء. والريال قدم الجائزه ما قصر وسافر. الله يسلمك. الله يخليكم. نشكركم. طبعا احنا جروب كي ار سي جي اللي هو كويت ار سي جروب، جروب حق طراريد، حق طيارات، حق كواد كوبتر، هليكوبتر. يعطيكم العافيه. ونشكر طبعا المصور ابو اسامه محمد لبان جاي لنا من الامارات، ونقول له يعطيك العافيه. طبعا مصور صورت المس جيكو اللي كلكم عارفينه وحابينه، وحصل على هذا الفيديو من مصور محمد لبان على مليون مشاهد. ما شاء الله. الله يسلمك. الله يخليك. مشكورين وما قصرتوا مع جروب كي ار سي جي. عاش يا عم الداحه عاش. الله باقي لي ومشي. يلا كلكم سوا كي ار سي جي جروب. اوكي كي يلا 1 2 3 كي ار سي جي جروب كويت ار سي جروب.